هذه محاولات يعني أجدها في خانة محاولات التطفيش أكثر منها المحافظة على تقديم خدمات آمنة للمواطنين. أيضا عليها أن تأخذ بالاعتبار أنه إحنا في خطة التحفيز الاقتصادي هناك استثمارات يفترض أن تكون بقطاع النقل حوالي 2.7 مليار دينار، ذلك يفترض أن نفتح المجال للكثيرين لكي يقوموا بواجباتهم في هذا المجال، سواء من القطاع العام أو من القطاع الخاص أو من المستثمرين. هاي الحالة نفس الشيء، الحكومة عم بتضر شركات الاي تي الموجودة عندنا، ما عم بتخليها تشتغل، ما عم بتخليها تتطور أكثر، لأنه إذا الابليكيشنز هذول طلعوا، لأنه كل شيء بيصير على الابليكيشنز هذول بصير عليهم تطور. اليوم لما سمعنا في الشروط وشفنا الشروط اللي هم فارضينها كحكومة، شروط ما حدا بتحملها يعني نهائي. وبعدين انت بتحكي عن شركة حاطة 2 مليون مبدئي في البلد، وبعدين ناوي يعملوا ما بعرف الاستثمار تبعهم حجمه 100 مليون انا سمعت، طب هذا حرمونا منه. الشركات سحبت او الحكومه ما سمحت لها، رح يصير في ان رح ترتفع البطاله، وكثير شباب اللي ممكن هاي الشركات توفر لهم فرص عمل انها تروح عليهم. رايي انه هاي الشروط تعجيزيه نوعا ما، وانه في كثير ناس بحاجه لتطبيقات مثل اوبر وكريم، لانه بتساعدهم في كثير اشياء، مثلا اذا واحد حابب يحجز لطلعه معينه قبل بيوم.